أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن المحرك والدافع لكل فعل وقول للمسلم أو لغيره في هذه الحياة الدنيا يكون من أمرين اثنين: الأمر الأول العقيدة، والأمر الثاني المصلحة. بمعنى أن الأفراد والجماعات الذي يجعلهم يتخذون مواقف معينة أو أعمال معينة إنما يكون ذلك راجعا إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما: إما أنه يعتقد ذلك الشيء، أو أنه يرى فيه مصلحة. وقد جاء الإسلام هاديا للمسلمين في تصحيح معتقداتهم وبيان مصالحهم في هذه الدنيا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يصحح العقائد ويبين المصالح والمفاسد حتى يكون المسلم على بينة من أمره، فلا يقدم على فعل إلا إذا كان موافقا لعقيدته، ولا يقدم على فعل إلا إذا كانت له فيه مصلحة حقيقية، لأن المصالح كما قرر العلماء المصالح نوعان: مصلحة حقيقية ومصلحة متوهمة. يعتقد المعتقد أن له فيه مصلحة في هذا الأمر، لكن في الحقيقة فيه مهلكة وليست فيه مصلحة، خاصة إذا كان قد نهى عنه الشارع، لا مصلحة فيه وإن توهمها المتوهمون. فيكون المسلم في هذه الدنيا على بينة من أمره، له كتاب يقوده، وله سنة ترشده. قال تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين بمعنى الذي يتمسك بهذا الكتاب ويجعله دليلا وهاديا له فهو متقي. وقال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وضبط النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لأمته في أمرين اثنين، قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو الضابط في أفعال العباد، إما هداية من القرآن أو أمر أو نهي من نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن نبه المسلمين وبين لهم كيف يتعاملون مع الأحداث ومع الخلاف إلى غير ذلك، فقال تبارك وتعالى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حتى يحسم الفلسفة والتشدق والفهمات الخاوية كما كنقولوا حنايا، ما تفهم عليا ما نفهم عليك، ما تقول لي عندك الحق ما نقول لك عندك الحق، الحكم بيننا وبين من خالفنا في مسألة من المسائل كانت عقدية أو غيرها أو غيرها، نرجعها إلى كتاب الله تبارك وتعالى. هل هي موجودة؟ هل أمرنا بها؟ هل لنا فيها أجر؟ إن كان كذلك فمرحبا، وإن لم تكن كذلك فينبغي علينا أن نتوقف. فإن المسلم الصادق، المسلم الصادق ليس المسلم الكاذب بالإسم، المسلم الصادق يقبل
أن يذهب ماله وتذهب وظيفته ويذهب كل شيء في هذه الدنيا، ولا تذهب عقيدته ولا تتلطخ عقيدته بالشرك والبدع والخزعبلات، لا يقبل ذلك، لأن عقيدتك هي التي ستلقى الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة أقوام كثر يعيشون فيما بينهم مع اختلاف عقائدهم، كان في المدينة اليهود وكان النصارى وكان المسلمون، والكل كيعيش بخير وعلى خير. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ضابطا، فقال: المرء مع من أحب يوم القيامة، فمن أحب قوما وتابعهم في أفعالهم كان معهم، من أحب اليهود وأعمالهم وأفعالهم وطقوسهم كان معهم يوم القيامة، ومن أحب النصارى كان معهم، ومن أحب المسلمين كان معهم. فالإنسان يختار لنفسه مع من يكون يوم القيامة، والمحبة تكون بالموافقة في الأعمال، بالموافقة في الأعمال. ورغم كل هذا البيان وهذا الوضوح وهذا الهدى الذي جاءنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، نجد مع الأسف اليوم من المسلمين ممن يقول لا إله إلا الله يشارك في الطقوس الشركية والأعياد الوثنية كأنه لا عقيدة له. وهذا يدل على شيء، فإنه يدل على فساد معتقده وهوان نفسه وضعف شخصيته. المسلم قوي بمعتقده، عقيدته راسخة كالجبال. أنت يا أخي لست ورقة فارغة، كل من جاء يكتب فيها ما يشاء. أنت عندك دين، عندك كتاب، عندك مرجعية، عندك عقيدة ترجع إليها. واش أنا اللي درت شي حاجة نمشي ندير معاه، واللي درت شي حاجة ندخل معانا بدون هوية وبدون معتقد وبدون شخصية؟ ما ينبغي أن يكون المسلم هكذا. مع الأسف نجد اليوم من المسلمين من ترك دينه وترك معتقده وصار يشارك مع غيره، مع أن هذا الغير إذا احتفل هو بأعياده لا تجده يشارك معك، يقول لك هذاك عيدك ومعه، هذاك عيدك فرح به، الناس النصارى لهم أعيادهم يفرحون فيها، الله يعاونهم، لا نشوش عليهم ولا نزعجهم ولا نؤذيهم، يفرحوا مع رسول الله يعاون. ويحتفل اليهود بأعيادهم، الله يعاونهم في احتفالهم، ما نشوش عليهم، ما نجي نخرب عليهم، ما احتفوا. ولكن انت لا تحتفل ولا تشارك، لانك انت مني كتحتفل راه ما تجي حتى شي واحد يقول لك السلام عليكم. واش عمرك شتي شي يهودي شاري كبس ديال العيد باش يحتفل به؟ ولا نشر الوليدات لبسات مزيانين، لبسات شاري لهم الحوايج واللباس في عيد الفطر، ودفع الباترون ديالو دفع عليه طلب باش انه ما يخدمش يوم عيد الفطر باش يجي يحتفل معاك نتايا. سبحان الله، ما هذا الذل، ما هذا الهوان. ثم بعد ذلك نسأل ونتساءل، ما الذي وقع لهذه الأمة؟ ينبغي علينا أن نستفيق معشر المؤمنين، ينبغي علينا أن نستفيق وأن نصحح عقيدتنا وأن نرجع إلى هويتنا. ديننا لا يمنعنا بأن نكون مواطنين صالحين، نساعد في تنمية المجتمع ونساعد في العمل الجاد المخلص الجيد بدون غش وبدون كذب. ديننا لا يمنعنا بأن نشارك غيرنا من غير المسلمين
في الأعمال التي تصلح بها المدينة وتصلح بها الدولة وتصلح بها المجتمع. لا يتنافى ديننا مع ذلك، لكن إذا وصل الأمر إلى العقائد فكل له عقيدته وكل له دينه. ونحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين. فينبغي علينا الحذر وأن نحذر أبناءنا من هذا الذي وصل إليه جموع من المسلمين، مما يندى له الجبين. ينبغي علينا أن نحذر، فهذا أمر خطير. ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة؟ ماذا إذا هجم عليك الموت وأنت على تلك الحال في طقس شركي مليء بالأغاني والرقص والخمور ومعصية الله تبارك وتعالى؟ كيف إذا هجم عليك الموت وأنت كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث المرء على ما مات عليه. ما الذي ينقص؟ أتريد العزة؟ فإن العزة لله جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قد أكرمنا عباد الله، قد أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين، وجعل لنا به الرفعة، وجعل لنا به العزة. والله لو ذهب المرء يبتغي العزة والرفعة في غير دين محمد صلى الله عليه وسلم أذله الله، أذله الله. وحتى ذلك الذي ذهب يبتغي العزة عنده لن يرضى عنه. فتمسكوا بدينكم وتمسكوا بعقيدتكم وانظروا في أعمالكم، أهي مما جاء به القرآن والسنة؟ افعلوه. أهو مما نهى عنه القرآن والسنة؟ فاتركوه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.